اهلا وسهلا بيكم يا اصحاب. النهارده رجعت لكم فيديو جديد وحلو جدا وان شاء الله يعجبكم. زي ما انتم شايفين كده البوكس اللي انا ماسكاه ده شكله حلو قوي، كمان لونه مبهج، ويعني ده ممكن نستخدمه في ايه، وعايزين نعرف كمان هنعمله ازاي. ده ممكن نستخدمه، البوكس ده بوكس هدايا، ممكن نستخدمه في ان احنا نحط فيه هدية لصحابنا او نديه لماما في عيد الام، او ممكن نعملها في السبوع برضو، او كمان ممكن تتحط فيها هدية وتتحط تحت شجرة الكريسماس زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كمان من جوه، انا هنا حاطة فيه بوني كده، شكله حلو قوي قوي، وكمان هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا مش مكلفة خالص. زي ما انتوا شايفين كده كمان بيتقفل بطريقة سهلة جدا، نربطه في يونكة عادية. يلا بينا نبدأ على طول ونشوف هنعمله ازاي. اهم حاجة، اول حاجة هنستخدمها هي فرخ الوسائل، او اللي هو فرخ الكانسون، نقدر نجيب ده او ده اي حاجة، واللون طبعا اللي يعجبكم. انا هنا معايا فرخ الوسائل، ده بيتجاب من اي مكتبة، ومعايا مقص، مسطرة، قلم رصاص، والخرامة بتاعت الورق، وستان اللون المتوفر عندكم. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة عايزة اعمل 9 مربعات، هيبقوا تلاتة، يعني تلاتات كده تحت بعض، تلاتة وتلاتة وتلاتة. طبعا نعملهم بالحجم اللي احنا عايزينه، فانا هنا عايزة اعملها 10 سنتي عشان يبقى حجمها كويس. هو طبعا احنا نعملهم مربعات، انا عايزة اعمل كل مربع هنا 10 سنتي، هنا ده كان اصغر شوية 8 سنتي اعتقد. طبعا كل واحد على حسب هو الحجم اللي هو عايزه. هنا انا عشان عايزة زي ما قلنا 3 مربعات جنب بعض، التلاتة يبقوا 10، فهقيسها 10 و10 و10، 30 قد المسطرة بالظبط هنا كده، وهحدد اهي، وهحدد هنا كمان، الشكل ده. وطبعا هقسمها، وبعد ما هقسمها هرجع لكم. وده يا اصحابي شكل ال9 مربعات، هم 3 3 3 3 3 3، يعني 3 مربعات كده، هم كل واحد 10 سنتي زي ما قلنا بالشكل ده كده. طيب هنا انا هاجي هقصهم ازاي. الاول هقص المربعات اللي على الطرف، هي المربع ده نعلم عليهم كده اللي هنقصهم، ده وده وده وده، هنقصهم ونشيلهم خالص لان دول احنا مش هنستخدمهم، اللي هنستخدمهم هما المربعات اللي جوه، هقصهم وارجع لكم. ده يا اصحابي الشكل بعد ما قصناه، دي المربعات اللي انا مش هحتاجها. طبعا يعني هنا زي ما انتم شايفين انا فرغت الشكل يعني من مكانه. هو ده دلوقتي بقى كام مربع معانا؟ بقى 1 2 3 4 5، والاربعه دول مش هنحتاجهم. يبقى كده مهمه فرخ الوسائل خلصت معانا. طيب تاني خطوه ان احنا هنيجي في المربعات اللي هي اللي على الطروف دي، ونعمل يعني احنا بتاعنا دلوقتي المربع 10 سنتي، هنيجي في النص بالظبط نعمل زي علامة كده، هنظبط ده 10 نقطة كده او علامة. هنا طبعا دي هتبقى 5 سنتي، وهنا نفس الفكرة برضو 5، وهنا وهنا وهنا. طيب هنعمل ايه باللي احنا قسمناه ده؟ هنعمل زي عارفين البتلات بتاعة الوردة،
نعمل حاجة شبهها كده، هتبقى من الآخر واخدة دوران شوية وطالعة عن النص اللي احنا عملناه، ونفس الفكرة الجنب التاني واخدة دوران شوية بالشكل ده. هعمل واحدة تاني، ناخدها كده من الجنب. ممكن على فكرة تتعمل بشكل تاني، يعني انتوا ممكن تبتكروا شكل مختلف، كل واحد حسب هو عايز يعمل ايه بالظبط. بالشكل ده طبعا هعمل الاتنين دول وارجع لكم عشان ما اضيعش وقتكم. وهنا بعد ما عملت الاربع مربعات بنفس الشكل اللي شفناه، دلوقتي في خطوة تاني جوه الشكل اللي احنا عملناه ده او جوه المربع، هنيجي بالمسطرة بتاعتنا من الزاوية بتاعت المربع لحد النقطة بتاعت النص اللي احنا عملناها، نظبطها ونوصلهم ببعض بالشكل ده. نفس الحاجة هنا، بالشكل ده كده احنا عملنا مثلث جوه الشكل اللي احنا عملناه ده او جوه المربع. طبعا هعملها مرة تاني معاكم، هنا هاجي من زاوية المربع لحد نقطة النص دي كده، وصلهم ببعض. الناحية التانية نفس الكلام، بالشكل ده. هعمل الاتنين تانيين وارجع لكم. بعد ما عملناها في الاربع مربعات الشكل المثلث ده، دلوقتي هنقول باي باي للقلم الرصاص مش هنستخدمه تاني. دلوقتي الخطوة اللي هتبين لنا شوية شكل البوكس، المقص. هنستخدم المقص وهنقص على الشكل اللي بره اللي هو اللي واخد دوران شوية ده. هقص معاكم عشان نعرف احنا هنقص ايه بالظبط على الشكل اللي بره. كده كمان هنا صنعها تانية. نمشي على الخط بالشكل ده، هقص الدورانات الباقية وارجع لكم. ده شكل دلوقتي يا اصحابي الدورانات بعد ما قصناها. هنبه تاني علشان ما نغلطش، هنقص الدوران او شكل البتلة اللي احنا رسمناه. المثلث ده هيفضل زي ما هو، هنشوف دلوقتي هنعمل بيه ايه، بس عشان ما تغلطوش هنقص الدوران مش المثلث. زي ما قلنا ان كمان دور القلم الرصاص انتهى، دلوقتي كمان هنقول باي باي للمقص. دلوقتي جه دور الخرمة بتاعت الورق دي اللي هي بتخرم زي شكل دايرة، شايفين كده؟ هنخرم في نص المثلث، او مش في نص يعني، في اوله كده شوية هنعمل الخرم. كده بالشكل ده هعملها فيهم كلهم كده. دي هعملها وارجع لكم. وبكده كمان يكون دور الخرامة انتهى. دلوقتي بقى علشان نعرف نعمل البوكس ده ونقفله على بعض، هنستخدم المسطرة. هنتني ايه بقى؟ اي خط مستقيم عملناه ورسمناه هنتنيه بالمسطرة. ازاي هنتنيه؟ طبعا لجوه عشان يعمل شكل البوكس. ازاي يعني هنتني كل خط مستقيم؟ يعني هنا احنا عاملين مربع في النص، في خط هنا، الخط ده هنيجي نحط المسطرة كده
ونتني عليه، ندوس كده علشان تفضل متنية كده. نفس الكلام هنا مثلا، كده وهنا كمان اخر واحدة هنا. بس مش دول بس اللي احنا هنتنيهم، لسه في حاجات تاني هنتنيها. ايه هي الحاجات التانية اللي هنتنيها؟ هي الدورانات اللي احنا عملناها دي، او دي اللي هتتني لجوه. بس احنا هنتني، هنحط المسطرة بتاعتنا على الخط المستقيم زي ما اتفقنا بالشكل ده، ونتنيها لجوه كمان هنا. نقطع الخط المستقيم ونتنيها لجوه. هعمل نفس الفكرة اللي انا عملتها دي باقي المثلثات بتاعتي وارجع لكم. وكده يا اصحابي ده بقى شكلها، ده بقى شكلها عاملة زي النجمة كده. دلوقتي هنقدر نقول باي باي للمسطرة، وهيجي اهم دور هو دور الستان اللي هيقفل لنا البوكس ويبين شكله اكتر. طيب اول حاجة هنضمهم على بعض كده شوية. هناخد طرف الستان ندخله في الخرم كده، ممكن نبرمه شوية بس عشان نعرف ندخله بالشكل ده. هندخله الناحية التانية بنفس الطريقة. هناخدهم عكس بعض، يعني واحدة من جوه وواحدة من بره. نفس الفكرة هنا، طبعا نحاول نعدلهم بس. بعد كده هنا بالشكل ده. بس قبل ما نقفلها ممكن نحط جواها طبعا اي هدية او اي حاجة احنا حابين نحطها. انا هنا هحط شوكولات بالشكل ده، وهبدأ اربطها عادي جدا بالشكل ده. نربط فيونكة عادية بالشكل ده. بس احنا برضو لسه ما خلصناش كده. شكله يعني احنا عايزين نزينه ويبقى شكله حلو زي كده، زي الشكل ده، الاشكال اللي محطوطة هنا دي. فدي طبعا احنا عاملينها بقطعات، القطعات دي بتتباع في المكاتب، بيبقى في منها اشكال كتير جدا. اختاروا الاشكال اللي انتوا عايزينها، وطبعا هنلزقهم على البوكس بتاعنا بمسدس الشمع. هلزقهم وارجع لكم. وهنا يا صحابي لزقنا الاشكال زي هنا، طبعا لزقناهم باستخدام مسدس الشمع، وخلي بالنا واحنا بنستخدمه. طبعا هنا دي هقول استخداماتها تاني. احنا ممكن نديها هدية، نحط فيها هدية لصحابنا، او نديها لماما في عيد الام، او نحط فيها هدية للكريسماس تتحط تحت الشجرة بتاعت الكريسماس، او كمان ممكن تستخدم للسبوع، البينك للبنت والازرق للولد بالشكل ده باي حجم. شكلها حلو جدا طبعا، وبسيطة وسهلة جدا زي ما احنا شفنا في الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب، وحطوا كومنت تحت في الفيديو ايه الفيديوهات اللي انتوا عايزين تشوفوها عندي على القناة. ما تنسوش البيج بتاعت الفيسبوك جوي فوم بالعربي بالانجلش. وباي.